لو احنا جينا نبص بقى على الاناتومي اوف ريسبيراتوري تراكت، احنا عندنا في الاول خالص الريسبيراتوري تراكت بيبتدي طبعا في النوز. النوز بيبقى بعد كده في نازوفارينكس، بعد كده بيبقى في الاوروفارينكس، بعد كده بيخش بعد كده على الجزء اللي فيه الفوكال كوردز، بيبقى فيه تراكيه، تراكيه بتبقى موجوده، بعد كده بتخش بعد كده على البرونكاي، وفي برونكيولز بعد كده، بعد كده بتنتهي في الاخر خالص 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 تحت خالص في اخر الشجره بتاعه القصيبات الهوائيه بتاعتنا، توصل للايه؟ الفيولاي. الفيولاي دي هي اللي بيحصل بينها وبين الكابيلاريز الاكسشينج اوف يعني اكسجين وسي او 2، علشان نقدر ان احنا نغير الدم اللي هو فيه سي او 2 ده، نخلي فيه اكسجين بدل السي او 2 عشان يقدر بعد كده ينقله لكل ايه؟ لكل الاعضاء بتاعه الجسم. لو احنا جينا نفكر في الميكانكس بتاعه الريسبيريشن، لو تخيلنا ان احنا عندنا مثلا حاجه زي بالونه كده، يعني هنمثل اللونج انها بالونه، والتشست سبيس نفسه او التشست وول نفسه اكنها ازازه محطوطه حوالين الايه؟ حوالين البالونه دي. يعني لو احنا خدنا الفوهه بتاعت البالونه دي حطيناها هنا بحيث انها تايتلي كلوز الفوهه بتاعت الازازه دي، وجينا بعد كده عملنا يعني جينا شفنا البريشر هنا كده، هنلاقي البريشر جوه زي البريشر بره، مفيش اي اختلاف، فعشان كده البالونه تفضل زي ما هي ما اتنفختش. لو انا جيت بشكل من الاشكال سحبت هواء من الجزء اللي هو الخارجي دوت، الجزء اللي بين البالونه وبين الازازه اللي حواليها، لو احنا سحبنا انرجي هنا، سحبنا هواء من هنا، اللي هيحصل ان احنا هنكرييت نيجاتيف بريشر هنا، هينفخ لنا البالونه دي. ممكن نفضل اكشوالي نسحب بقى لغايه لما يبقاش فيه هواء خالص، وساعتها البالونه تملى السبيس كله. الريسبيريشن بتاعنا، عمليه الريسبيريشن بتاعنا بتتم بنفس الطريقه بالظبط. احنا بنكرييت نيجاتيف بريشر في الهواء في الاريا اللي حوالين اللنجز، اللي بين الشيست وول وبين اللنجز نفسها، اللي احنا بنسميه البلورال سبيس، والنيجاتيف بريشر ده هو اللي بينفخ لنا اللنجز. اوكي، فاحنا اكشوالي لما بنيجي مثلا نحرك الدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز، هو فعلا بيعمل الكلام ده. يعني حركه الدايفرام باستعمال الماسلز بتاعت البيشنت هي دي اللي بتكرييت النيجاتيف بريشر ده، وهي اللي بتخلي الايه؟ وهي اللي بتخلي اللنجز تتملي بالشكل ده. وانس ان احنا شلنا النيجاتيف بريشر ده، وانس ان احنا مجرد بس من ريليس الحاجه اللي بتعمل نيجاتيف بريشر، اللنجز بترجع تاني يعني بطبيعتها انها ترجع للايه؟ للزيرو بريشر بتاعها تاني، انها ترجع بنفس البريشر اللي كان موجود في الايه؟ اتموسفيريك بريشر. اوكي، فالجزء الاكتيف اللي موجود عندنا هو الجزء بتاع ان احنا نخلي فيه نيجاتيف بريشر، وونس ان احنا عملنا ريليس النيجاتيف بريشر ده بنرجع تاني للوضع بتاع الايه؟ بتاع الايه اللي هو في اخر الدوره بتاعه التنفس بتاعتنا، ان احنا ما يبقاش فيه عندنا يعني اللنجز بتاعتنا ما تبقاش مليانه.